ورشة اليوم هي مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في طولكرم، استضافة مجموعة من الباحثين من جامعة جنيف اللي راح يتم في المستقبل معهم عمل مشروع مشترك حول ظاهرة العنف والبحث عن ظاهرة العنف في محافظة طولكرم، في سبيلنا لتطوير مشروع نأمل أنه يكون يخرج للضوء إن شاء الله في طولكرم لإنشاء مركز لهذا الموضوع. مشكورين إخوتنا وزملائنا وأصدقائنا في جامعة جنيف على هذه المبادرة وهذا التعاون. إن شاء الله إحنا في نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في طولكرم نستمر في التواصل والعمل عن جاه المشروع.